هذه سي ماجي على الدعوة، ويعني سعيد بالمشاركة في هذا اللقاء هذا اللي فعلا يعني المشاركة السياسية للنساء يعني مدخل أساسي للمناصفة والمساواة. يعني سجلت هذه الملاحظة ديال السي كوجيلي ديال أنه يعني هذا المشروع هذا ربما كان يعني قبل الانتخابات، ولكن لظروف معينة يعني تخلى لهذا الوقت هذا. غير انا في الحقيقه دائما يعني في جميع اللقاءات اللي حضرتها، لان النسيج الجمعوي كيدير التحسيس وكيدير التوعيه، وهذا هو الدور ديالو، التحسيس باهميه الموضوع. لكن اللي مسؤول على الصناعه ولا على التكوين هي الاحزاب السياسيه. ولذلك انا طرحت واحد السؤال، اي اضافه نوعيه لهذه المشاركه النسائيه اللي احنا دائما يعني هازينها يعني كعنوان كشعارات كلقاءات، ولكن فاش كنجيو التنزيل راه الاحزاب السياسيه راه كتعاني. فاش كنجيو حنا الانتخابات راه كنبقاو كنطلبوا في الاخر، راه في الانتخابات اللي قبل ربما راه كاين اللي دار اللائحه النسائيه كملها بالرجال. لماذا؟ لان كاين هناك عزوف ديال المراه في دخول هذا الغمار ديال الانتخابات. يعني المرأة قادمة، أنا ما عنديش مشكل أن المرأة تشد 100% بالاستحقاق ديالها، يعني بالكفاءة ديالها بالقدرات ديالها، ولا يكون عندها 0% كاع إلا ما كانتش مقتنعة مثلا. يعني علاش حنا مثلا تنقول أودي لا خصنا نفرضوا 50% 30% 20%؟ لأن فعلا كاين ظروف اللي هي محيطة، كاين عقليات، كاين يعني كاين أمور كثيرة اللي هي يعني كتحول ربما يعني استاذة يعني قالت قبيله بان المراه هي عدوه المراه، ممكن ان المراه ترشح وما تصوتش عليها يعني اختها المراه، وهذا من طبيعه الحال من حق، ما يمكنش انا من حقي كرجل ان صوت على المراه ولا صوت على الرجل. وهذا يحيلنا على انه واش الوضع ديال الرجل اليوم المستشار ولا المنتخب واش هو في وضعيه يعني مريحه؟ راه يعني المنطق ديال المال كما جا في اللسان ديال الاخوان هو اللي كيسود، راه ماشي غير انت مثلا الزيوي هي اللي تم ازاحتها من طرف الحزب ديالها، ولكن راه المنطق ديال المال هو اللي سائد. ولذلك خصنا حنا الرجل والمراه خصهم بجوج يعني يناضلوا من اجل ايجاد بيئه سليمه